يستغرب البعض من علاقة الفنانين والمثقفين العراقيين بملف المصالحة الوطنية باعتبار أن هذا الملف يشمل الفصائل المسلحة وله منحا سياسي خاص، إلا أن الحكومة ترى عكس ذلك. مستشارية المصالحة الوطنية يبدو أنها اتجهت نحو احتضان الفنانين والمثقفين العراقيين ليكون لهم دور فعال في تعميم مبدأ المصالحة، كون الثقافة من الممكن أن تكون إحدى الركائز الأساسية التي تسهم في تدعيم مبدأ التعايش السلمي. المشكلة في العراق أيضا مشكلة الثقافة، يعني ما يجري في العراق الذي يحتاج إلى مصالحة هو أن هناك ثقافة، والعراقيين عاشوا متآلفين متحابين فيما بينهم، ولكن هناك ثقافة دخيلة وفتن دخيلة دخلت على العراق وتسببت في هذه المشاكل وهذه الحركات السلبية. ولذلك عندما جاءت المصالحة ليست فقط مع فصائل مسلحة، ليست فقط مع القاء سلاح، ليست فقط مع عشائر وإسناد القانون، ليست فقط مع كتل سياسية، إنما المصالحة أنك تعيد الأمور إلى مجاريها الطبيعية وترمم ما تدمر خلال الفترة المنصرمة، ومن هذا هو الثقافة. المثقفون والفنانون العراقيون أبدوا ترحيبهم في تفعيل دورهم بهذا الملف على اعتبار أن البلاد تمر بأزمة ثقافية وتحتاج إلى من يدعمها وينهض بها. الأرضية صحيحة للمصالحة الوطنية تعاني من أزمة ثقافية. لو كان الفعل الثقافي في هذا البلد على مستوى السياسة وعلى مستوى الأشخاص الأفراد المجتمع عالي المستوى، لا استطعنا أن ننجز الكثير من الأشياء يعني أوقات سريعة. أعتقد أن فيها أزمة كبيرة، لأن الأزمة في البلد هي أزمة ثقافية في الواقع. توجه إيجابي وسليم، وأتمنى أن يكون هناك إصغاء حقيقي إلى الثقافة والمثقفين. لا يمكن أن تقوم بتحقيق الأمان للناس إلا من خلال وعي الناس وإدراكهم أن العنف هو سبيل لتدمير البلاد وتخريبها وتدمير الحياة الإنسانية برمتها. مستشارية المصالحة الوطنية استغلت وجود كبار الفنانين والمثقفين العراقيين في ضيافتها لإيصال رسائل إلى المثقفين والفنانين العراقيين في الخارج بضرورة العودة إلى الوطن والمساهمة في إعادة بناء الدولة والنهوض بالواقع الثقافي المتردي فيها. سنان عدنان، السومرية.